الوزداد بالنسبة لي هو فريق كبير، سيلعب ربع نهائي رابطة الأبطال، كذلك يدافع عن لقبه في الدوري وينافس على كأس الرابطة. هنالك عمل كبير ينتظرنا، لكنني جد سعيد وفخور لأنني سأدرب واحدا من أعرق الأندية الجزائرية. نعم، لقد لعبت الموسم الفارط منافسة رابطة أبطال إفريقيا مع الوداد، وواجهنا الفرق الجزائرية التي تمتلك مستوى كبير، والدليل على ذلك تتويج المنتخب بكأس أمم إفريقيا. كذلك يوجد 5 أو 6 فرق جيدة جدا في البطولة، وكذلك الدوري يبدو قويا جدا ولا يمكن التكهن حتى بنتائج المباريات. بحكم الخبرة لقد لعبت رابطة الأبطال في آخر موسمين ووصلت إلى نصف النهائي وأقصيت بمرارة. مباراة شباب بالوزداد والترجي التونسي هي ديربي مغاربي كبير بين الجارين. يجب أن لا ننسى أننا تأهلنا من مجموعة صعبة للغاية وواجهنا فريقا كبيرا هو ماميلودي سانداونز متصدر المجموعة، وسنلعب بكل حظوظنا. Alger and Kaiser Chiefs. I think it's a very, very difficult this side. رسالتي إلى الأنصار هي أنني سأقدم أفضل ما لدي لإرضائهم ودفع الفريق إلى الأمام للذهاب بعيدا في رابطة الأبطال، لكن عيننا الآن على التأهل إلى نصف النهائي، وسنرى ما الذي سيحدث بعدها، كما سنلعب على جبهتي الدوري المحلي والكأس.